معاناة تتجدد كل عام في أقصى المناطق الجبلية بالأطلس، وتحديدا بضواحي إقليم أظلال، مشاكل كثيرة مع حلول فصل الشتاء بعد أن اشتدت موجة البرد منذ مطلع يناير الحالي بشكل لافت مقارنة مع السنوات الماضية. هنا وغير بعيد عن جماعة ووزغت، صادفنا سكان دوار حدادة بملامح تحمل الكثير من الأسى بعد فاجعة انهيار منزل سيد حادة الطيني، انهيار يعيد إلى الأذهان الخطر الذي يهددهم خصوصا مع التساقطات المطرية. انهار بيتي وضاعت كل أغراضي، وليس باستطاعتي إعادة بنائه، ولا أتوفر على قطعة أرضية، ولا من يعينني على قوت أطفالي الأربع بعد وفاة زوجي. ما عندهم فين يسكنوا، وعطى لهم بنت وحسن هاد الدار، ودابا هاد الشتاء تحت هاد الدار، وما كاين دابا فين يسكنوا. يلتفون حول حرارة الفرن لعلها تمنحهم بعض الدفء الذي يفتقدونه وهم يواجهون أقصى الظروف المناخية. درجة واحدة إلى 6 درجات تحت الصفر، أرقام تعكس مدى برودة الطقس هنا. يحول البرد بالمناطق الجبلية المحيطة بأزلال دون حضور التلاميذ بشكل منتظم إلى الفصل الدراسي. ظاهرة الغياب هذه ترتفع بشكل كبير خاصة في فصل الشتاء. لأن وقت البرد ما تجيوش التلاميذ، لأن هذا الوقت تتكون الشتاء بزاف، تاكل البرد وكيكونوا الجعابي حاملين دابا كيقطعوا ما بين الدوار والمدرسة، داك الشيء علاش ما تجيوش التلاميذ والأساتذة والبرد، وما كاينش العواد باش يسخنوا، ما كاينش، هذا الشيء هو اللي كيجعل الدراري ما يجيوش للمدرسة، والمعلمين حتى هما اللي تيتكرفوا. جاي من تيلقيت غادي لزلال، ورا معايا الناس دابا، كاين اللي غادي للسبيطار في السكر، كاين اللي غادي للمحكمه، كل الناس عندهم شغلاتهم، وحنا حاصلين هنا تنتسناو حتى يرجع الواد عاد يمكن لينا نقطعوا. هذا النهار هذا مع هذه الشتا اللي كانت كثيره وهذه التعطلات كثيره، فهاد الشعبه هذه اللي قدامنا تقطعات، وتنشوفوا تجندات السلطات المحليه والسلطات الاقليميه باش تحل هذا الطريق هذه باش المرور يكون ميسر. في غالب الأحيان تقع بعض الكوارث بمنطقة، ارتفاع منسوب المياه أدى إلى انقطاع الطريق الرابطة بين إزلال وجماعة ووزغت. سكان هذه المناطق ما يزالون يراهنون على تدخل الدولة لتحسين مستوى عيشهم بتعبيد الطرقات لتسهيل تنقل سكان الدواوير والبضائع وتقريب المستوصفات من الدواوير المعزولة.